مستمرون في تقديم هذه النشرة من الفضائية التشادية، نظمت اليوم بدار المرأة التشادية محاضرة بعنوان إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي. كان ذلك بإشراف من الأمينة العامة للاتحاد الإسلامي العالمي للنساء فرع تشاد السيدة البتول زكريا وعدد كبير من المشاركات. تقرير رماد جبريل أنجني. وسعي الإعلام وأثرها في تنمية وتطوير المرأة، جاء هذا العنوان بعد أن رأى أعضاء الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي أهمية وسائل الإعلام ودورها في عملية تكوين المرأة وبناء قدراتها، على حسب ما أكدتها الدكتورة ابتسام علي عيسى أثناء محاضرتها والتي تناولت فيها الإيجابيات لوسائل وقنوات التواصل الاجتماعي. الإنترنت رضينا ولا أبينا اكتسح، هالوسيط سبق، هالوسيط وصل، انتشر، انداح. أكيد أكيد هالوسيط له إيجابيات، إذا نحن نعيها فلنستفيد كلنا منها يا حبايبي. فلازم لازم أن نبحث ونطرق عن إيجابيات هالوسائط ونسخرها لصالح بنائنا، بنائنا الأسري أولاً، وبنائنا المجتمعي ثانياً، بناؤنا على مستوى الدولة ثالثاً، وبناؤنا القومي رابعاً، وبناؤنا الدولي خامساً. أما بالنسبة للآثار السلبية لهذه الوسائط بالغة وخطيرة على حد قول المحاضرة، ولكن يتطلب الأمر بالنساء محاولة إيجاد السبل الكفيلة للاستفادة من هذه الخدمات. وفي ذات الإطار طرحت مجموعة من الأسئلة من قبل المشاركات تتعلق بكيفية مواجهة هذه التحديات في الوقت الراهن، وأشارت المحاضرة إلى أنه بالبحث والتعليم المبتكر الحديث ضرورة مواكبة التطورات الجارية.